بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أهلا وسهلا بكم. النهاردة مفاجأة جميلة جدا. النهاردة أول إنتاج المفرخ الأوتوماتيك اللي احنا جبناه، اللي جالنا هدية من صديقي العزيز، أنا بحب أتوجه له بالشكر. بإذن الله نقدر نوفر لكم سلالات قوية جدا من مختلف أنواع الدواجن، وبإذن الله زي ما قلت له كلك في التعليقات نحاول نشتري طائر السمان ونوفر كمان كتكوت السمان اللي النهاردة فعلا أصبح نادر في الأسواق. النهاردة بقى هنشوفه المفرخ مع بعض، وهنفتح باب المفرخ ونشوفه كمية، أول كمية كتك طلعت. تابعوا الفيديو للنهاية. طلع من البيضة. طب بص عليه كده بس، ايه ده عملت ايه ده؟ اجيبه زحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جينا نبص على البط اللي احنا مبيتينه في المفرخ، لان بسم الله ما شاء الله كمية كتاكيت كبيرة خالص. تعالى يا حبيبي، ده لسه ما طلعش. حي ولا ميت ولا ايه؟ لا ده ممتاز ممتاز. لا 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 هنقروه. لا 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 ولا اي حاجه. تاخد لهم اكل طالما بنقروا كده؟ لا 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 يباكلوا الصبح كده عادي مفيش مشكله. انت قلقان عليهم بس عشان اول مره، ممكن يقعدوا 3 ايام كاملين من غير اكل خالص. بس هي نجحت ما شاء الله. الحمد لله نجحت، الحمد لله رب العالمين. كل على فكره ده كله انتاجنا احنا الحمد لله. كل دي كتاكيتنا احنا، مش كتاكيت حد غريب. دي اول دفعه بيض احنا حطيناها. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله الحمد لله. والبط بقى جميل اهوت الحمد لله، وبقى كويس. وبنقروا رجل البطه والبط شوف بيعمل ايه. طب انتوا بقى عليك، تعالى بقى كده تعالى نطلعهم ياكلوا بقى. اه يلا تعالى يلا يلا يلا. فين البطه الثاني؟ جوه جوه اثنين. تعالى يلا جوه اثنين. تعالى يلا البطتين جوه. تعالى انت كمان، وتعالى انت كمان، يلا بينا. كل شويه واشربهم وبعد كده اخرجهم تاني. عشان ايه؟ عايزين ميه. لا عندهم ميه، عندهم مش عايزه اكتر الميه عشان بس ما يتعبوش. هي الميه عندهم ميتهم واكلهم وكل حاجه. تعالى دي بتحب تنط دي؟ ما عفريتش اي، دي اللي كانت بتموت بقت كويسه شويه شويه الحمد لله. صح صح ان شاء الله. يا سلام يا شيخ. اه يا حب الله. يعني دي حلوت. اه سيبها للغلبانه تاكل. لا لما تزقها في الكرتونه دي عسل، لما تزقها في الكرتونه دي عسل. صعبان عليا قوي مسكين. امها كسر لها رجلها. اه يا روحي اللي احنا لو ربطناها مش يبقى احسن؟ لا خفت بقى خفت، ما خفتش ما خفتش، احنا عملنا اللي علينا. شقية دي فظيعة. ايه
تاكله من الفظيعة اللي صباع. بتاكل ده، الفظيعة اللي بتبلع ده، تحب تنط من الكرتونة وتلف في الأوضة. عفريت بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على حاجة فوق. اللهم صل على ده لسه طالع. سيبه شوية. ده لسه طالع. اختاري سيبه. المبلول سيبه. الأول عايز أقول لكم التغذية المتميزة، الرعاية الجيدة، وأنت لسه طالع خليك كده. والرعاية الجيدة وده برضه لسه طالع. إعطاء الدواجن بتاعتنا البروتين الحيواني، الاهتمام بالأعلاف، والاهتمام بالرعاية الصحية المتكاملة، وإن الدواجن بتاعتنا متربية في أماكن متميزة. بسم الله ما شاء الله، كتاكيت جميلة جدا، ألوانات متميزة، حجم كتكوت لسه طالع من البيضة. عايز أقول لكم بسم الله ما شاء الله، أنا عايز أقول لكم حجمه حجم كتكوت اللحم الأبيض، يعني ده لسه طالع من البيضة. كتاكيت نشطة جدا زي ما أنتم شايفين، الأحجام بسم الله ما شاء الله جميلة. عندنا واحد برقبان اهوت، انا كان من ضمن التجارب بتاعتي على دجاج البلدي كنا عاوزين نعملهم سلاله كامله من الدجاج عاري الرقبه اللي هو رقبته بدون شعر، فده احنا محتاجين باذن الله ديك وعدد من الدجاجات تكون عاريه الرقبه وتكون انتاجيتها عاليه، ونعمل سلالة متميزة جدا. عايز اقول لكم الكتاكيت كلها نشيطة، الصفصافات كلها نشيطة، احجامها بسم الله ما شاء الله احجام كبيرة، وزي ما قلت لكم الاهتمام بالقطيع الاصلي والاهتمام بقطيع الامهات هو اللي هيدينا الانتاجية العالية دي. وزي ما بقول لكم دايما في فيديوهاتي بنصح كل محبي تربية الدواجن بشراء ماكينات تفريخ حتى ولو كان ذات ساعة بسيطة، حاجة تفرح. انا سعداء جدا صراحه، شكلهم جميل. دي بدايه مبشره لقطيع. قال لك واحد كمان برقبانه، الله اسمر ده. دي بدايه مبشره لتكوين قطيع من الدجاج البلدي. وفي واحد كمان قال لك كمان بسم الله ما شاء الله، كده نقدر نكونه قطيع من دجاج عالي عاري اللي هو بنسموه ايه، برقبه عريانه، او بنسموه اصلع عاري الرقبه. نبدأ بإذن الله نكون قطيع جديد من الدجاج البلدي عالي الإنتاجية. أم عبد الرحمن كانت في الفيديو اللي فات بتقول لي تخلص من الديك القديم وحط لنا ديك جديد، إيه رأيك بقى؟ لا كده إنتاجه حلو، إنتاجه جميل جدا وكتاكيته متميزة. هناخده مع بعض الكتاكيت ديت ما عدا اللي لسه نقوله لسه مبلول لسه ما تمش الجفاف بتاعه، هنسيبه لحد ما يتم حالة الجفاف. هناخده بس ده كده بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شفت اللولا بتبص عليهم منين؟ بص 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 على البطن منين؟ انا مش فاضي اللولا والله. اه خليها بقى براحتها وخليها نظرة كده شوية. قاعدة بتتفرج ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. والبيت كل لحم مش تاني. تعالى لا لسه نسيبهم لحد المغرب كده ولا حاجه، لحد ما ايه وبنحتفل مع بعض باول انتاجنا من الكتاكيت. طبعا لسه فاضل دفعه كبيره، احنا الحمد لله رب العالمين يعني كده عندنا الدجاج البلدي او الدجاج العربي ذو السلاله القويه المتميزه. جالنا امبارح بيض دجاج الفيوم البيور الدفعه الثالثه اهيت،
دي دفعة من بيض الدجاج الفيوم البيور بإذن الله نفقسه، لأن أنا مهتم جدا بالسلالة ديت، لأن كتير قالوا لي إن سلالة الفيوم البيور النقي بدأت تنقرض في مصر برغم انتشارها في معظم الدول العربية. أنا جهزت المكان زي ما أنتم عارفين، الفلاجين لمدة 3 أيام في مية الشرب، العلف المتكامل المتوازن، ده دجاج بلدي دجاج عربي بإذن الله هنبدأ نوكله من الأكل البيت العادي، بيتحمل الأكل البيت العادي جدا، ما فيش أي مشاكل خالص. الأحجام زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، والأوزان متميزة، الكتاكيت نشيطة بصحة متميزة، صحتها كويسة جدا. تجنبنا بعض الأخطاء اللي كانت المرة اللي فاتت، ظبطنا نسبة الرطوبة، ظبطنا نسبة الحرارة. أنا عاوز أقول برضو إن التفريخ علم في حد ذاته وليس بالسهولة اللي كنت متخيلها، يعني مش معنى إن أنا عندي مكنة تفريخ أوتوماتيك إن أنا أسيب البيض في المفرخ وبعدين بعد 21 يوم أفتح الدرج ألاقي مليان كتاكيت، لا برضو لازم متابعة، لازم عملية الفحص، ولازم عملية الاستبعاد. زي ما أنتم شايفين هنا برضو البيض أهوت يا أم عبد الرحمن أهو، ده كل ده بيض مستبعد، في أجنة ميتة وفي كمان بيض فاضي ما طلعش اصلا، ودول بقى هناخدوه معانا في المكان اللي مجهزه مدفيه قبليها بحوالي 3 ساعات، فرشه نظيفه، الفلاجين، نبدا نحط لهم الاعلاف المتميزه، ويلا بينا نحطهم مع بعض. يلا بينا. طبعا بتحب تهربي كل شويه، تعالى هاتهم بقى مع الكتاكيت مره واحده كده. لا 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 الكتاكيت لوحدي ودول لوحدي، مش هنخلط الانواع ببعضيها. دول بيحتاجوا كميات ميه كبيره وبيترطشوا يموتوا الكتاكيت. انت مصممه ومصره وعندك اصرار انك تهرب صح؟ طب استني بقى حطيهم بقى خالص خليهم يناموا بس كده. يلا يا لولو، يلا يا لولو مع الكتاكيت، يلا يلا اطلع، يلا تعالي يا تعالي يا بنت، تعالي يا لولو، يلا تعالي يلا نمشي. كل متابعين القناه كانوا قلقانين عن رومي يقولوا لي العرس يا ابو عبد الرحمن، ممتازين اهو بسم الله ما شاء الله، هما شكلهم كده بداوا يقعدوا على المعلف نفسه عاملين مرقد، فانا باذن الله اعمل لهم مرقد خاص بيهم يقعدوا عليه. يا ابو عبد الرحمن ناولين الصندوق الخشب اللي فوق ده، هات لكم. ماشي شكرا. مرقد مؤقت اهوت، يبداوا ايه؟ دول عندهم اكلهم وشربهم تمام، هم عايزين خضار بس، هم بيحبوا الخضار جامد. هات لهم شويه خضار. ايوه ايوه يلا. شوف شوف اسمعوا الخضار ده بالنسبة لهم سحر. بس طبعا حصان النهارده أكبر من امبارح، معرفش ليه. النهارده كبروا شوية عشان المكان بقى أوسع. حاسة إنهم النهارده أكبر من امبارح. وأنضف. تحس إن هما فيهم سعادة وفرحة. صح؟ ما كانوا بيغنوا أول ما دخلوا المكان. تعالوا نطمنوا على الأرانب الصغيرة. يلا. بسم الله ما شاء الله. انا مش هلمسهم لان امهم قلقان عليهم جامد. العلف بتاعهم خلص، عاوز انزل اشتري علف.
بإذن الله. يا ريكو ريكسو اطلع برا يلا يلا طبعا بلاك وبلاكي ناس كتير طلبوهم عشان الشروط لكن احنا ناويين نربيهم هنا في البيت وانا من يوم ما اتولدوا وانا بحبهم وعايزه اربيهم هنا في البيت بصراحه لان هم سلالتهم نظيفه قوي وهنشوف بقى اولادهم هل هم هيطلعوا يعني سمر نقيين كده زي ما احنا شايفين ولا هيبقى فيهم الوان تانية. والدكر الجديد بتاعنا ده لسه صغير بس بسم الله ما شاء الله حجمه حلو. لا جميل جميل ونوعيته جميله. متوقع منه انتاج سلاله متميزه باذن الله. كمان شكله هجين لان الشعر بتاعه فيه الابيض والبني والاسود فهيجيب الوان حلوه. صراحه ام عبد الرحمن ربنا يكرمها ويديها الصحه بتساعدني وبامانه يعني لولا وجودها معايا ووقوفها جنبي انا ما كنتش قدرت اربي الكميات الكبيره دي ودي شهاده يعني انا بعتز بيها وبقولها في حقها يعني هي بصراحه بتساعدني جامد بتساعدني في كل شيء حتى مش في تربيه الدواجن بس. يا ام عبد الرحمن احنا عندنا كميه بيض كبيره تمام والمفرخ والله يعني نحطه في المفرخ تاني نحطه في المفرخ تاني اللي طبعا البيضة النظيفة حطها في المفرخ وصار طبعا عاوز حاجة احط فيها البيض ده اي شيء صح اي حاجة لا مش هينفع ده عشان ما تحس ما تحس مية شوفي اي حاجة تاني اي حاجة تاني عندك ناحية الزرع في اصحن في استلس كده هتهالي على الرف اللي بحط في العده. انتوا عطشانين جامد. بص يا ام عبد الرحمن عدد النتايات ديت كتير على ذكر واحد. يعني عندنا 1 2 3 4 5 6 7 نتايات على ذكر هنلاقي نسبة الخصوبة في البيض منخفضة جدا تمام؟ معلقين القناة قالوا لي ثلاثة بس على الذكر. ثلاث أناسي على الذكر، فإحنا هننقوا أحسن ثلاث أناسي ونسيبوهم مع الذكر. تمام. والباقي كله بقى إيه؟ هنستهلكوه، تمام؟ نستهلكوه إحنا لأن أنا هوريكي لما نحط البيض ده في المفرخ فعلياً معظمه هيطلع فاضي. تمام احنا قبل ما نستهلكوهم انا هدي فرصه يومين اثنين اللي عاوز حاجه منهم يقول لي لان انتاجهم عالي في البيت فعلا من ده في بيضه مكسوره كمان عشان ياما عشان ياما وكتر زاد عليه دول انتاجهم في البيض عالي والخصوبه بتاعتهم عاليه فانا لما استخسرهم اذبحهم فاللي محتاج منهم يربي النوعيه دي نوعيه نظيفه جدا يا ريت تكلمونا على الواتس النهارده او بكره بالكتير لو اللي مش هيبعت رساله النهارده او بكره خلاص انا كده هستهلكه. لو عايز ابص على الرومي كمان اشوف البيض اللي عدى الرومي. بسم الله ما شاء الله هاتلي صح. البيض الرومي ده بقى فعلا اللي لازم يتفرخ فعلا. بسم الله ما شاء الله، طبعا البيض الرومي ده بصراحة يعني خسارة جدا لأن سعره غالي. وإذا كان تحتها مساحة حط لها شوية بط كمان. ما
ام عبد الرحمن بتتكلم على ان عندنا روميه راقده فعلا، بس الروميه ديت المره اللي فاتت يا ام عبد الرحمن كلت البيض. فانا هروح الاول حاطط تحتها بيض بس مش كتير، هروح ابص عليها لو لقيت البيض سليم زي ما هو هحطه، البيض التاكل مش هحطه. خد يا ست الكل، المعلمين انطلقوا. يلا هاتيها يا ام عبد الرحمن، تعالى قولي لي يا منت راقده، ربنا يهديكي ربنا يهديكي. لا البيض سليم، هاتي. بيض ممتاز اهو، ربنا يهديك، انت مجنون. طائر الرومي ده بالذات يعني من الطيور اللي نسبه ذكاء منخفضه جدا. انا ما ندخلوها في الاوضه اللي هي الكن دي احسن، ممكن الذكر يهيجها يتروح واكلاهم تروح كسراهم كالعاده. كلامك صح 100%، كلامك صح 100% وعجبني جدا، بس الكلام ده مش هيتم غير بالليل. خلاص خليها تعليه لحد المغرب كده، وبعد المغرب نطلعوا بعد المغرب ننقلها ونحط لها سبت في المكان اللي احنا مخصصين له للرقاد ده. بصراحه فكره ممتازه، انا قلقانه من الذكر ده، فكره ممتازه ممتازه جدا. يلا، وبمناسبه بقى الفراخ بتاعتنا، انا امبارح عملت صندوق مخصص لوضع البيض في الدجاج ده، بس الديك البلدي ده عامل لي مشاكل جامده وعامل ازعاج جامد. انا عاوز اعزله يا ام عبد الرحمن. الديك البلدي ده ملوش اي لازمه. تمام، نذبحه النهارده خلاص، ما فيش حل، لان هيعمل لي مش هعرف انا انهي سلاله. انا عاوز مساسه، والبلدي انشط منه، خلي بالك يعني البلدي بيكسر اقوى منه احسن منه انشط منه، مع انه صعبان عليا وانا بحبه اصلا. هو جميل ولونه جميل، ولكن احنا مش هنقدر نحتفظ بيه فعليا. كمان ربنا يبارك في الصيصان الصغيره اللي طالعه جديد، انا متعتقد يعني ان لو طلعنا منها ديك هيبقى افضل من كل اللي موجود ده. تمام، برضو هدي فرصه النهارده وبكره، اللي هيتصل على الواتس هياخده، واللي مش هيتصل يبقى هو تعمل له اختبار مع الشوربه بقى. ام عبد الرحمن عارضه الديك البلدي الجميل ده للبيع بصراحه، اذبحه كسلاله كسلاله، وعارضه برضو نتايات ال ده شقي. شوفي شقي ازاي. لا، والبط برضو سلاله نظيفه، خسرت انها تنذبح بصراحه. انما ديك الساسو اللي بياكل قدامكم ده، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني بصراحه يعني منه انتاج باذن الله حاجه عاليه جدا يعني. بمناسبه بقى الفراخ بتاعتنا، تعالى يا ام عبد الرحمن نشوف البيض بتاعنا. يلا بينا نشوف بيض الفراخ بقى. شوفوا بيستكشفوا المكان بتاع الرقاد ازاي. انت عملت لهم بيض جميله، عملت لهم بيض جميله، بيتعرفوا عليه. بس اوريكم قبل ما ابدا اصور هنا، اوريكم الديك اللي احنا هناخد منه السلاله المميزه بتاعتنا باذن الله. ده هيبقى السلاله المميزه. انا عاوز اقول لكم حجمه كحجم بالنسبة للديوك البلدي يعتبر قد حجم الساسو، يعني أصغر من حجم الساسو حاجة بسيطة. أنا اخترته بعناية. الدجاجات اللي موجودة عندي ديت دجاجات كلها بياضة متميزة جدا، سلالة قوية جدا في إنتاج البيض. الهدف من إنتاج الصيصان في العنبر ده أو في المكان ده هو إنتاج صيصان منتجة للبيض. وبمناسبة إنتاج البيض بقى، تعالى أوريكم إنتاج البيض النهاردة. بسم الله ما شاء الله. كمان مش يعني مش انا عاوز اقول يعني ما بينتجوش بكثافه، لا حجم البيضه نفسه، حجم البيضه قريب من حجم بيضه البط، يعني بالنسبه للكف ده طبعا واضح جدا ده حجمها كبير. وزي ما شفتوا في اول الفيديو الكتاكيت اللي طالعه او الصيصان اللي طالعه حجمها كبير. ام عبد الرحمن، خساره البيضه يتاكل؟ لا، ده النظيفة هتتفرخ، واللي هي ما تنفعش بس هي كله ينفع، مفيش ولا واحدة ما تنفعش، كلهم نضاف زي ما انت شايفة كده. بس دي صغيرة شوية، دي تتاكل، دي تتاكل مفيش مشكلة. يلا بينا، يلا بينا. بالنسبة للأزولة زي ما انت شايفين كده، طبعا الأعداد هنا قليلة، مش بسبب إن أنا جمعت منها، لا بسبب ان البط اتطلق مني امبارح. طلع عليه هو بيستحم. انا سبت البط انطلق، جيت لقيته هاجم على الازوله وعمال ياكل فيها. انا انقذت ما يمكن انقاذه، كالوا هنا وكالوا وكالوا وكالوا، الحمد لله رب العالمين ان هم سابوا لي جزء، يعني انا فرحت ان هم سابوا لي جزء هنا اهوت، وبرده كالوا من هنا. انا عايز اقول لكم ان البط بالذات كانوا دول مليانين، بيحب الازوله بشكل مش طبيعي، بيقبل على التهام الازوله بشكل كبير جدا.
لحد دلوقتي يعني عاوز اقول لكم ان الهجمه ديت هتاخر شويه الفيديو بتاع الازولا اللي انا مجهزه لكم. احب اشكر متابعي القناه قبل ما انهي الفيديو، بتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير على كم المعلومات الهائل اللي انتوا بتكتبوه لي، اللي مش انا بس اللي بستفيد منه، لا كل متابعي القناه بيستفيدوا منه. اخص بالشكر متابعين القناه اللي بيكتبوا تعليقات على التعليقات، يعني في متابعين في القناه بيردوا على التعليقات، دول اتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير لانهم اهتموا واهتموا باخوانهم متابعي القناه اللي بيسالوا اسئله وهم عندهم خبره ولا يبخلون ابدا بالمعلومه والخبره. بتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير وانا بحب كده وببسط جدا وبفرح جدا. وعاوز اقول لكم نصيحه زي ما قلت لكم امبارح، ان احنا ما نتعلقش بشده بالحيوانات بتاعتنا، لان احنا في لحظه ممكن نتخلى عنها، ولكن انا عاوز اقول لكم لا، احنا بقى لو لينا صديق وصديق مخلص ولو لينا انسان بنحبه وبنحبه بصدق، ده بقى نتعلق بيه وده نحافظ عليه وده دايما نحاول ان احنا نكون قريبين منه ونحاول دايما ان احنا ما نزعلوش. لو ليه بعض الاخطاء او بعض السلبيات البسيطة نقدر نتغاضى عنها. هذا الصديق الوفي اصبح عملة نادرة، والنهاردة زي بتقول الامثال العربية الخل الوفي اصبح من الايه، من اللي بيسموه يا ام عبد الرحمن، من الاساطير، زي العنقاء والغول والخل الوافي. يبقوا كملوا انتوا بقى الايه المثل في التعليقات عشان انا مش حافظه. ولكن لو لقينا انسان مخلص، انسان فعلا بيحبنا بصدق وصديق مخلص ويخلص لنا النصيحه، هذا الانسان يجب ان نتمسك به بشده ونحافظ عليه. في نهايه الفيديو اتمنى من الجميع ان يصفي النيه وأن يبحث بشكل مكثف عن الصداقة، لأن الصداقة اليوم أصبحت عملة نادرة. أنا شخصياً كان لي أصدقاء كتير جداً مع مرور الوقت ومع مرور السنين ومع المواقف السيئة قلوا أوي 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 أوي، لحد لما أصبحهم عدد قليل أوي من الأصدقاء. هذا العدد القليل سوف أحافظ عليه بشدة وسوف أتمسك به بشدة، لأن هم دول الأصدقاء المخلصين الذين يطفوا على الحياة معنى. هم دول الاصدقاء المخلصين اللي انا اقدر اتكلم معاهم بحريه، اللي احكي لهم كل اسراري، لان الانسان حيوان اجتماعي، لا يمكن ابدا الانسان يعيش منفردا في هذه الحياه، ولابد من الصداقات. حافظوا على اصدقائكم الاوفياء. في النهايه اتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير، وكل واحد فيكم يحاول يبحث عن صديق وفي ويبتعد عن اصدقاء السوء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.